انتبه يا عبد الله، أهلك، أبناؤك، بناتك، زوجاتك، أقاربك، اجتهد في تعويدهم على طاعة الله وفي مضاعفة الجهود في هذه الأيام المباركة. اجتهد في ذلك يا عبد الله، يا عبد الله، فإنهم رعية عندك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع ومسؤول عن رعيته، فعليه أن يربيهم على طاعة الله، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. تذكر يا عبد الله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تذكر يا عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كيف يغشهم؟ هل المقصود أنه يضع لهم السم، يضع لهم شيئا في الطعام؟ لا، هناك غش أعظم من ذلك، وهو ترك الحبل لهم على الغارب، يسرحون ويمرحون ويلعبون ويسفهون ويصاحبون من يصاحبون من أهل الإفراط والتفريط، وأنت لاه عنهم وأنت غافل عنهم. قد تكون مؤديا لبعض الواجبات لكنك مقصر، وأول ولا أبرئ نفسي في هذا الواجب العظيم تجاه الأولاد، تجاه أبنائك، تجاه زوجاتك، تجاه بناتك. علمهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عودهم على ما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، اجتهد في ذلك يا عبد الله.